قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إن عدد الحجاج لهذا العام شهد زيادة قاربت على نصف مليون حاج ووفق الإحصاءات فإن عدد الحجاج من داخل السعودية وخارجها بلغ حتى يوم أو حتى مساء يوم أمس وفق الإحصاءات بلغ مليوني حاج منهم مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف حاج قدموا من خارج البلاد